الحزب العضوي ديالنا مكاينش اختراق انا متفق وحق الدارس ونخدم الاغلبيه ونمشوا معكم لمصلحه البلاد فين ما بغيتوا ولكن تحط لي لجنه ديال التعمير تما حل المعارضه كاسم وتحط لي شكون اللي غيخدم فيها وتقول لي راه معاك سي محجوب عندي تصويت انت جيت تدور المكتب خديتو خديتو اللي جا الله يسخر بينا كنت تخدمو خرجت لك الدور علي والله واحد واحد قدام جامعة يقول واحد سير عند داك الصوت اما لجنة قانونية غادي نطلعو على الارض غادي نلعبو غنمشيو ما غاتعطاش غنمشيو على بعض 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 غنمشيو على بسم الله الرحمن الرحيم. خالد بكار مستشار جامعي بئير. اليوم كما شفتوا التغطية ديال احداث هذه الدورة، اولا كنشكروا سافي كود على هذه التغطية. نعاود نرجع بكم شويه لانه في انتخابات ديال المجلس الجامعي لئير من بعد ما خداو الرئاسة الفريق ديال الاستقلال وتشكلات ثلاثه الاحزاب وفرضات على واحد الفريق باش يدير المعارضه بحكم انه ما كانش تنسيق قبلي. داز الدوره ديال 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 الانتخاب ديال التصويت على النظام الداخلي للمجلس واللي صوتنا بالاجماع وكنا كنأملوا خير ان الجامعه ان شاء الله غتمشي لقدام. اليوم استبشرنا خير ان في بدايه ديال الاشغال هذه اللجنه اللي كانت مخصصه للتصويت على احداث اللجان صوتنا بالاجماع على الاعضاء وعلى الرؤساء والنواب ديالهم ديال اللجان الثلاثه الاوائل. للاسف جينا اللجنه اللي هي مخصصه في القانون الداخلي للفريق ديال المعارضه كنتفاجئوا بانها كانت في الكواليس مخصصه لواحد العضو اللي هو اصلا صوت في الاغلبيه مع في المجلس. لهذا شفتوا كيفاش مرت الاحداث. القانون الداخلي واضح انها تسند رئاسه هذه اللجنه للفريق ديال المعارضه. حنا كنشكلوا في المعارضه كان عندنا مقترح ديال واحد الاخ اللي هو غنرشحوه للرئاسه لهذه اللجنه. فاذا بي كنتفاجئوا انه ترشح معنا واحد العضو اللي هو صوت على الرئيس في الاغلبيه. طلبنا الانسحاب ديالو. هذه من الناحيه القانونيه ما خصوش اصلا يكون يترشح. فاش رفضوا الرئيس والمكونات اللي كتشكل الاغلبيه انه ينسحب هذاك الشخص تمسكوا به، فاحنا اعلنا على الانسحاب ديالنا من من من, من الجلسه وانسحاب ديال الاعضاء اللي ديالنا في المعارضه انسحبوا كيعلنوا الانسحاب ديالهم من اللجنه. هذا معطى اللي غنزيد ناكد اننا حنا كفريق غادي نطعنوا في هذا في هذا في هذا في هذه اللجنه وسجلناها كنقطه في النظام داخل المحضر ديال الدوره. كنقولوا للساكنين ديال الاير اننا حنا راه كنا نتمنوا خير ان تكون تغيير في المجلس وكنا حنا مستعدين اننا نتعاونوا كفريق كاغلبيه ومعارضه وندعموا هذه التجربه، ولكن للاسف البوادر ديالها من انطلاقه ديال المجلس ما كتبشرش بالخير. هذا هو اللي كاين. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديرو جيم.